الرئيس السيسي يؤكد أن قمة تيكاد شكلت منعطفا مهما في دفع التعاون بين أفريقيا واليابان. السيسي يؤكد أن مصر لديها إمكانات تؤهلها لأن تكون محورا لتجميع الصناعات اليابانية. وموسكو تؤكد أن الجيش السوري سيعلن غدا وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في إدلب. الثالثة بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرا بتوقيت جرينتش. هذه جولة إخبارية جديدة من إكسترا نيوز، بدايتها مع مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات قمة التيكاد في نسختها السابعة والتي اختتمت أعمالها اليوم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر للمشاركين في قمة التيكاد في نسختها السابعة من أجل تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، مؤكدا أن القمة تعبر عن المستوى الرفيع للشراكة بين الدول الإفريقية واليابان، مشيرا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الختامي للقمة إلى إيجابية وجود منصة تواصل للقطاع العام والخاص وعلى رأسها الصناعة والزراعة والتكنولوجيا. عبر قمة التيكاد عن المستوى الرفيع الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية بين دول الاتحاد الإفريقي واليابان، والتي تعد إحدى الشراكات المتميزة في عالمنا المعاصر وتساهم في تحقيق المنافع المتبادلة بين أطراف هذه الشراكة. ولقد مثلت قمة التيكاد السبعة منجزا كبيرا لجميع الأطراف لما شهدته من توفير منصة للحوار المباشر بين القطاعين العام والخاص وتركيزها على عدد من الموضوعات ذات الأهمية والأولوية بالنسبة لدول الاتحاد الإفريقي. كما أكد الرئيس السيسي حاجة القارة الإفريقية لتطوير البنية التحتية والتحول الرقمي لما لذلك من تأثير مباشر على التنمية، وأشار إلى أن مصر نجحت في تشييد بنية رقمية حقيقية، مضيفا أنه يمكنها تكرار ذلك في إفريقيا. أتكلم على أن أكثر من 55 دولة الربط بينهم في كافة المجالات، سواء كان ربط كهربائي أو ربط بواسطة السكك الحديدية والطرق أو المواني أو حتى بواسطة يعني خطوط الطيران، الحقيقة ممكن أقول إن هي متواضعة جدا جدا، وبالتالي هي لها تأثير مباشر على نمو التنمية لو إحنا أعطينا لهذا البعد الاهتمام والجهد الكافي ليه، وشركاء التنمية وتحركنا في بناء بنية تحتية حقيقية من ضمنها البنية الرقمية اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي العالم كله ساهم يعني تقدم علينا فيها بكتير. في مصر احنا تحركنا في هذا المجال بشكل كبير جدا ومتحركين فيه بشكل اكتر حتى نصل الى مستوى لائق بالرقمنة في مصر، وبالتالي بقى لدينا الكوادر والقدرات اللي احنا نستطيع من خلالها سواء من خلال بنية تعليمية او حتى من خلال البنية التنفيذية بالشركات المصرية بالتعاون مع الشركات الاخرى في بناء القدرة الرقمية بيننا وبين داخل افريقيا. وقال الرئيس السيسي ان هناك جهدا افريقيا مشتركا وارادة حقيقية لدعم الشباب الافريقي، وهو ما ظهر جليا في مؤتمرات الشباب الإفريقي والعالمي اللذين يعقدان بمصر لتكون منصة بين شباب القارة. أضاف الرئيس السيسي أن هناك اهتماما كبيرا بالمرأة ومشاركتها في المجتمع الإفريقي. في إرادة إفريقية من القادة وعلى مستوى الاتحاد لبذل مزيد من الجهود في اتجاه شباب إفريقيا وإيجاد فرص عمل لي وإتاحة المشاركة لي. ويمكن احنا هنا يعني مهم أو أن أنا أتحدث عن ان منتدى اللي احنا بنعمله في مصر، منتدى الشباب العالمي والمنتدى الشباب الافريقي اللي بيتم عقده في مصر وبيعقد كل سنه، وبيتم فيه دعوه الشباب من افريقيا. الشباب اللي بنتكلم عليه هو شباب من كل الدول الافريقيه، وبيبقى في فرصه للحوار والتناقش معاه في الموضوعات اللي بتهمه. لكن انا هتكلم على العمل المؤسسي اللي بتقوم بيه الاتحاد الافريقي ودول افريقيا والرؤساء مهتمين جدا جدا بالشباب، وعمل تشريعات تساهم واجراءات تساهم في المشاركه الشبابيه وتدريبهم وتاهيلهم للمستقبل. فيما يخص المراه
انا هقول ان في اهتمام كبير جدا، مش اهتمام سياسات، احنا بنتكلم على اجراءات تنفيذيه للمراه ومشاركتها في المجتمع الافريقي ده بصفه عامه. وفي مصر احنا المراه دورها بيتعظم بشكل كبير جدا جدا. رئيس الوزراء الياباني تشينزو أبي قال إن قمة تيكاد في نسختها السابعة حققت نجاحا كبيرا، مشيرا إلى أن القارة الإفريقية تمثل ساحة كبيرة للتنمية. أضاف أن بلاده ستدعو 2500 شاب إفريقي للدراسة والتدريب في اليابان. تم تبني إعلان يوكوهاما ونجح تيكاد السابعة، وكل المعنيين أشكرهم جزيل الشكر. 500 إفريقي تلقوا تدريبات اللي يساهموا في مجال الطب مثلا، وفي رواندا يعني تم تركيب الأبراج للوقاية من الصواعق ومبادرات اليابانية من خلالها يعني تدرب الشباب الأفارقة ليكون التعاون بين اليابان وإفريقيا للمستقبل المشرق. هذه طريقة اليابان. وفي الجلسة الختامية للقمة أكد الرئيس السيسي أن القمة شكلت منعطفا مهما في دفع التعاون بين دول الاتحاد الإفريقي واليابان، حيث جددت أفاق التعاون للسنوات الثلاث المقبلة سعيا لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية في الاستقرار والسلام والرخاء والتصدي للتحديات التي تواجهها. لقد شكلت قمة التيكاد السابعة منعطفا مهما في دفع التعاون بين دول الاتحاد الإفريقي واليابان، حيث وجهت بوصلة الاهتمام لتطوير الموارد البشرية بما يتسق مع الواقع الإفريقي والأولوية التي تعطيها دول القارة لشبابها الذين يشكلون قرابة 65% من سكان القارة. كما أقرت القمة ما نتطلع لتنفيذه في إطار خطة العمل وحددت أفاق التعاون للسنوات الثلاث القادمة، سعيا لتحقيق تطلعات شعوبنا في الاستقرار والسلام والتحديث والرخاء والتصدي للتحديات التي تواجهها، وذلك من خلال تهيئة المناخ المناسب لتحقيق التنمية المستدامة وإيجاد شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص، استنادا إلى مجموعة من الأفكار المبتكرة التي تتناسب مع الواقع وإمكانات شعوبنا وثرواتها البشرية. كما أكد الرئيس السيسي أن إفريقيا قطعت شوطا طويلا من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية فضلا عن بذلها لجهود كبيرة ومتلاحقة لتحقيق عملية الاندماج الاقتصادي على المستويين الإقليمي والقاري، داعيا مؤسسات التمويل الدولية للتعاون والاستثمار في إفريقيا. أود في هذا السياق أن أؤكد لجميع شركاء إفريقيا أن قارتنا قطعت شوطا طويلا من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية فضلا عن بذلها لجهود كبيرة ومتلاحقة لتحقيق عملية الاندماج الاقتصادي على المستويين الإقليمي والقاري، بما جعلها قبلة لاهتمام الشركاء التنمويين الدوليين. وإنها في هذا الإطار ترحب بالانفتاح على العالم والتعاون مع شركائها التنمويين في إطار تحدده خطط تنفيذية تعود على شعوب القارة بنتائج ملموسة، سواء في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة أو تحديث منظومة التصنيع القارية وتطوير البنية الأساسية والتكنولوجية وإرساء قواعد الاقتصاد الرقمي. وفي ضوء ما عكسته أعمال قمتنا من إرادة سياسية مشتركة، فإنني أود تجديد الدعوة لمؤسسات القطاع الخاص كافة والشركات اليابانية والعالمية ومؤسسات التمويل الدولية للتعاون والاستثمار في إفريقيا، فهذا هو التوقيت الصحيح للانفتاح على القارة السمراء. فأسواق إفريقيا مفتوحة والظروف الاستثمارية مهيئة والرغبة موجودة للتعاون مع جميع الشركاء. وقد شدد الرئيس السيسي على أهمية تواصل مسيرة التيكاد لدعم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الإفريقية عبر ثلاث ركائز، هي الإسراع في التحول الاقتصادي وتطوير مجتمعات مستدامة ومرنة وتعزيز السلم والاستقرار. مسيرة التيكاد
يجب أن تتواصل وتستمر في دعم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الإفريقية من خلال ركائزها الثلاث، وأولها الإسراع في التحول الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال من خلال التجديد وإشراك القطاع الخاص، وثانيها تطوير مجتمعات مستدامة ومرنة، وثالثها تعزيز السلم والاستقرار. إن عملية البناء على هذه الركائز الثلاث تتطلب حتما وجود آليات متابعة فاعلة تظل تعهدات التيكاد تتمشى دوما مع الرؤية والأولويات الإفريقية وفقا لأجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030. أكد إعلان يوكوهاما أهمية التعاون بين اليابان وإفريقيا في العديد من القضايا، وعلى رأسها البنية التحتية عالية الجودة واستثمارات القطاع الخاص والابتكارات التكنولوجية، إضافة إلى التخفيف من تداعيات أزمة التغير المناخي. وقد استقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر القصر الإمبراطوري بالعاصمة طوكيو. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية الشراكة المصرية اليابانية والحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اليابان. جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس إدارة شركة ماروبيني التي تعتبر من أضخم الشركات اليابانية متعددة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية. وقد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أشار خلال اللقاء إلى أن مصر لديها من الإمكانات ما يؤهلها لأن تكون محورا لجميع الصناعات اليابانية ونقطة انطلاق لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. وقد استعرض المسؤول الياباني المشروعات التي تعكف الشركة على دراسة تنفيذها في مصر، خاصة في مجال الطاقة المتجددة والمنسوجات والصلب. وقد بحث الرئيس السيسي مع نظيره الزامبي إدغار لونغو تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي. أكد الرئيس أن مصر تولي أهمية خاصة لتعزيز أوجه التعاون المشترك مع زامبيا من خلال اجتماعات اللجنة المشتركة التي تجمع البلدين، هذا إلى جانب استقبال المزيد من الكوادر الزامبية للمشاركة في برامج بناء القدرات. حضر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد شينزو أبي رئيس وزراء اليابان جلسة ختام أعمال قمة تيكاد السابعة. لقد شكلت قمة التيكاد السابعة منعطفا مهما
في دفع التعاون بين دول الاتحاد الإفريقي واليابان، حيث وجهت بوصلة الاهتمام لتطوير الموارد البشرية بما يتسق مع الواقع الإفريقي والأولوية التي تعطيها دول القارة لشبابها الذين يشكلون قرابة 65% من سكان القارة. كما أقرت القمة ما نتطلع لتنفيذه في إطار خطة العمل وحدد أفاق التعاون للسنوات الثلاث القادمة. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الزامبي إدغار لونغو. السيد الرئيس أشاد بالعلاقات الوطيدة بين مصر وزامبيا، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها زامبيا في منطقة الجنوب الإفريقي. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالسيد ماسومي كاكينوكي رئيس مجلس إدارة شركة ماروبيني، وهي واحدة من أكبر الشركات اليابانية متعددة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية. عقبها مؤتمر صحفي بمشاركة السيد الرئيس. تعبر قمة التيكاد عن المستوى الرفيع الذي بلغته الشراكة الاستراتيجية بين دول الاتحاد الإفريقي واليابان، والتي تعد إحدى الشراكات المتميزة في عالمنا المعاصر. قالت وزارة الدفاع الروسية إن الحكومة السورية ستعلن غدا وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في منطقة خفض التصعيد في إدلب في الشمال السوري. وقد طلبت وزارة الدفاع الروسية الفصائل السورية في المنطقة بالانضمام لوقف إطلاق النار. من العاصمة السورية دمشق ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علي مقصود الخبير الاستراتيجي. سيد مقصود، أهلا وسهلا بحضرتك. هل من تفاصيل حول القرار المرتبط بوقف إطلاق النار من جانب واحد غدا؟ هل هناك نية لكي يمتد هذا أو هذه المبادرة، مبادرة وقف إطلاق النار، لأيام أخرى؟ نعم، أولا بعد التحية لكم وللسادة المشاهدين الكرام، لا شك بأن الإعلان عن هذا الخبر الذي يقضي بإعلان سوريا لوقف إطلاق النار من طرف واحد، ومن ثم مطالبة روسيا الفصائل المسلحة أيضا بالالتزام بوقف إطلاق النار. أنا أريد أن أؤكد بأن الحكومة التركية وعلى لسان أردوغان كان قد أعلن على أن الوضع في إدلب يسير، حيث لا تشتهي السفن التركية، وأن الوضع فعلا بات بالنسبة إلى المجموعات المسلحة صعبا ومعقدا، والجيش يتقدم بخطى ثابتة ووطيدة، وها هو بعد تحرير خان شيخون يؤمنها بقوس بعمق 10 كيلومترات لكي يسمح لأهلنا بالعودة إلى خان شيخون وهو في حالة أمان وبعيدا عن تهديدات وتحديات المجموعات المسلحة. فلذلك نعم، الجيش الذي حرر هذا اليوم الإخوين ومزارع التمانعة الغربية والشرقية وتل السيد علي وأيضا جبل الصغير وكيسكيات. طيب، هو استاذ مقصود، يعني منذ عمليه خان شيخون والجيش السوري تقريبا فيما يشبه النزهه في ريف ادلب الجنوبي، لذلك لم يكن الامر مفهوما ان يعلن او ان يتم الاعلان حتى ولو عبر موسكو ان هناك اعلانا لوقف اطلاق النار من جانب واحد، لماذا في هذا التوقيت؟ نعم في هذا التوقيت، حيث يعني بدت الاتفاقيات ومضمون هذه الاتفاقيات في الحقيقة يتمظهر في الخطوات التركية
وتشير بعض المعلومات إلى أن تركيا قد تشارك عسكريا قطاعاتها العسكرية مع الجيش السوري في مواجهة المجموعات الإرهابية خاصة من الأجانب المتشددين والذين يرفضون الالتزام باتفاقيات وقف اطلاق النار. في مقابل ماذا لان ما تقوله ان كان صحيحا فالمساله تبدو في غايه الغرابه ان يشترك الجيش التركي مع نظيره السوري في القضاء على هذه التنظيمات الموجوده في بعض مناطق الشمال وتحديدا في ادلب، في مقابل ماذا استاذ علي؟ نعم، لان تركيا بعد عمليه خان شيخون كانت امام خيارين، اما الاستمرار بدعم المجموعات المسلحه واما الانخراط في تنفيذ الاتفاقيات التي حصلت بين روسيا وتركيا. من هنا وبعد هذه الانجازات والتقدم السريع لم يعد هناك امام تركيا الا فعلا ان تعمل، وعندما نقول تنفيذ مضمون اتفاقيات الأستنة وسوتشي اي ان تبدأ مباشرة بشكل فعلي بفصل المجموعات المسلحة التي تقول عنها بأنها معتدلة عن جبهة النصرة الإرهابية. طيب سيد علي، هل هذا في المقابل، هل هذا في بمثابة الاختبار؟ نعم، هل هذا في المقابل سيستتبع بموافقة سورية مثلا على المنطقة الآمنة في مناطق الشمال او على حدود الكيلومترات التي تم التوافق عليها مع الولايات المتحدة؟ سوريا ترفض المنطقة الآمنة جملة وتفصيلا، وهي اعتداء سافر من قبل أمريكا وتركيا، بل فعلا تفصح عن طبيعة التعاون والعلاقات الاستراتيجية التركية الأمريكية في ارتكاب الجرائم على الأرض السورية. ولكن هذا مرتبط بإطلاق العملية السياسية بداء من اللجنة الدستورية، وهذا هو مطلب تركيا أن يكون لها دور في هذه اللجنة. شكرا جزيلا لك سيد علي مقصود، الباحث السياسي والخبير الاستراتيجي عفوا من العاصمة السورية دمشق، منضم إلينا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. التطور الأخير يأتي في سوريا. الآن نتحول إلى تطورات الأوضاع في السودان التي تمكنت فيها قوات الدعم السريع من احتواء اشتباكات قبلية وبسط الأمن في بورت سودان شرقي البلاد بعد مضي يوم على وصولها إلى المدينة الساحلية. أكدت قوات الدعم السريع سيطرتها على الأوضاع في المدينة وإلقاءها القبض على عدد من الأشخاص الذين تورطوا في أعمال شغب حيث تم تسليم اقتباس تجدد الأهداف الاستراتيجي. أشاد لبنان بقرار مجلس الأمن الدولي بالتجديد لعام إضافي لمهمة قوات حفظ السلام في الجنوب اللبناني اليونيفيل، وصفا القرار بأنه يؤكد حرصا من مجلس الأمن على استقرار لبنان. أوضح بيان الخارجية اللبنانية أن القرار أدان للمرة الأولى الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية الجوية والبرية. أعلنت السلطات اللبنانية أنه لم يتم إبلاغها حتى الآن بأن الناقلة الإيرانية تتوجه إليها، كذلك تعليقا على إعلان تركيا أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان دارية التي يشتبه في أنها كانت تنقل النفط إلى سوريا واحتجزت لستة أسابيع عند جبل طارق وتتجه حاليا نحو لبنان نافية توجهها صوب ميناء اسكندرون التركي. قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أنه سيطلب مزيدا من الدعم الدولي لحماية الشحن في مضيق هرمز عندما يلتقي نظيريه الفرنسي والألماني في وقت لاحق اليوم لإجراء محادثات بشأن إيران. جدير بالذكر أن بريطانيا كانت قد انضمت إلى مهمة تقودها الولايات المتحدة لمرافقة السفن التجارية العابرة عبر مضيق هرمز في بداية أغسطس. اتهم المرشح لانتخابات الرئاسة في تونس وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي حركة النهضة بالوقوف خلف تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية
لإدراك الحركة بعدم قدرتها على حيازة الأغلبية للفوز بهذا المنصب. قال الزبيدي في تصريحات تلفزيونية إن هناك ضرورة لإجراء تعديلات على الدستور الحالي الذي تمت صياغته بطريقة أعطت رئيس الحكومة أكبر قدر من الصلاحيات وتركت القليل منها لرئيس الجمهورية الذي ينتخبه الشعب بشكل مباشر. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده في المراحل الأخيرة من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج من الاتحاد. يأتي هذا بينما تعهد جونسون بتسريع وتيرة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة في محاولة لتأمين اتفاق جديد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. كان جونسون قد التقى نظراءه الأوروبيين في برلين وباريس خلال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى التي عقدت في مدينة بياريتز الفرنسية. Shirts, because we're going to restore trust. And though the Queen has just honoured me with this extraordinary office of state, my job is to serve you. صرح وزير النقل البريطاني جراند تشابس بأن قمة الاتحاد الأوروبي في 17 و18 من أكتوبر المقبل ستمثل منعطفا كبيرا في خروج البلاد من التكتل. إذ تأمل بريطانيا في التوصل لمقترحات جديدة يمكن طرحها على البرلمان لمناقشته، فيما أعرب الوزير البريطاني عن أمله في نجاح الجهود المكثفة التي يتم بذلها من قبل الاتحاد الأوروبي والدبلوماسية البريطانية للتوصل إلى تسوية عبر التفاوض. رفض قاض اسكتلندي طلبا بالطعن على قرار رئيس الحكومة البريطانية بتعليق عمل البرلمان. من جانبه قال حزب العمال البريطاني أنه سيدعو إلى مناقشة طارئة في البرلمان الأسبوع المقبل لمحاولة منع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق. فيما قال زعيم الحزب جيرمي كوربن إن حزبه سيبدأ عملية تشريعية ضد مساعي جونسون، مضيفا أن هناك أهمية للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول عملية الخروج لا تضر بالوظائف ولا بالاقتصاد البريطاني. He will be back in Parliament on Tuesday to challenge Boris Johnson on what I think is a smash and grab raid against our democracy, where he's trying to suspend Parliament. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن الأشخاص والكيانات التي تدعم الجماعات الإرهابية المرتبطة بإيران لن تجد ملاذا من العقوبات الأمريكية. قال بولتون في تغريدة على تويتر إن وزارة الخزانة الأمريكية لن تستثني أي طرف يدعم النشاطات الإيرانية. جاء ذلك بعد إعلان واشنطن فرض عقوبات على مصرف لبناني لصلته بميليشيا حزب الله اللبناني. قالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إن الاتحاد سيواصل العمل للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015. أضافت موغريني أنها ترحب من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن تقديم ما وصفته بالإطار الذي يمكن من خلاله الحفاظ على هذا الملف والاتفاق الذي توصلت إليه إيران وقوى دولية عام 2015 يواجه خطر الانهيار منذ انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران. Thank you. Lily Verda, I am... We had a very good point was raised. This is an informal meeting, so beyond the agenda we have formally, obviously... ...in the media you're working for before you ask your question. I start on this side with Lawrence and then... Definitely the developments in Hong Kong, especially over this last... أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق قيادة عسكرية أمريكية خاصة بالفضاء في وزارة الدفاع الأمريكية ستكون مهمتها ضمان هيمنة الولايات المتحدة على ميدان الحرب الجديد على حد وصفه. ووصف الرئيس الأمريكي خلال حفل أقيم في واشنطن الإعلان بالتاريخي مشيرا إلى أهمية الفضاء كقضية مركزية لأمن ودفاع الولايات المتحدة. أضاف أن القيادة الجديدة ستضمن أن تكون الهيمنة الأمريكية في الفضاء لن تكون مهددة أبدا.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ألغى زيارة إلى بولندا لمتابعة الإعصار دوريان مع توقعات باكتسابه قوة وخطورة ليصبح إعصارا من الدرجة الرابعة قبل أن يصل إلى ساحل المحيط الأطلسي. أضاف الرئيس الأمريكي في كلمة ألقاها أنه سيبقى في البلاد لضمان أن تكون كل موارد الحكومة الاتحادية مخصصة لمواجهة العاصفة. كان حاكم فلوريدا قد أعلن حالة الطوارئ في الولاية بأكملها فيما ألغت السلطات بعض الرحلات الجوية. تظاهر آلاف الباكستانيين تضامنا مع سكان منطقة كشمير المتنازع عليها بعد أن ألغت الهند الشهر الماضي البند الذي كان يتيح حكما ذاتيا للإقليم. ونظم الباكستانيون مسيرات عدة رفعوا خلالها لافتات تندد بالقرار الهندي وتطالب المجتمع الدولي بوقفه، كما أدان المحتجون الممارسات الهندية الجارية ضد سكان الإقليم. حذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من هجمات هندية محتملة على آزاد كشمير الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من الإقليم المتنازع عليه. وأدان رئيس الحكومة الباكستانية ما اعتبره صمتا من المجتمع الدولي تجاه أعمال الاضطهاد التي يتعرض لها سكان كشمير من جانب السلطات الهندية، ودعا العالم إلى الالتفات للأزمة الراهنة في الإقليم والوقوف إلى جانب سكان هذه المنطقة. کہ ہم جو قرضوں کے اوپر ہم سود دے رہے ہیں اس سود کو دینے کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں یعنی قرضے اتارنے کے لیے نہیں قرضوں کے اوپر سود کے اوپر آج ہم قرضے لے رہے ہیں. قتل اكثر من 40 مسلحا من حركة طالبان خلال عمليات امنية شنتها القوات الخاصة الافغانية في العاصمة كابول وغيرها من الاقاليم الافغانية. أوضحت مصادر أمنية أفغانية أن العمليات أسفرت أيضا عن تدمير مخابئ للأسلحة والعبوات الناسفة. أعربت بريطانيا وألمانيا وفرنسا عن قلقهم من التوتر في بحر الصين الجنوبي في بيان صادر بعد إبحار مدمرة أمريكية قرب جزر تطالب الصين بالسيادة عليها. أضافت الدول الثلاث في بيان مشترك أصدرته الخارجية البريطانية أن الموقف هناك قد يؤدي إلى انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث تتبادل واشنطن وبيكين الانتقادات بشأن ما تعده الأولى زيادة للوجود العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي عبر تشييد منشآت عسكرية على جزر صناعية وحواجز مرجانية في المياه التي تقول واشنطن إنها متنازع عليها. قامت كوريا الشمالية بمنح زعيمها كيم جونغ أون مرتبة قريبة من وضع جده المؤسس للبلاد كيم إل سونغ بعد مراجعة دستورها من أجل تعزيز سلطاته. ووافق المجلس الأعلى للشعب والهيئة البرلمانية في البلاد أمس على سلسلة تعديلات دستورية لترسيخ ما وصفه برئيس الهيئة البرلمانية بالتوجيه المتجانس لكيم، مضيفا أن كيم وبصفته رئيسا للجنة شؤون البلاد يمتلك صلاحيات إصدار مراسيم وتعيين دبلوماسيين أو استدعائهم. أعلنت الخارجية الصينية أن وزير الخارجية وانغ يي سيزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل. تتزامن الزيارة مع توتر في العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ مؤخرا على خلفية مواصلة الأخيرة تجاربها الصاروخية في شبه الجزيرة الكورية. أعرب الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إين استعداده للحوار مع اليابان في حال إبداء الأخيرة استعدادها في أي وقت. وأكد الرئيس الكوري الجنوبي الإجراءات الاقتصادية التي فرضتها اليابان على بلاده بالقول إنها تؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي بأسره.
أضاف أن حكومة بلاده تبذل جهودا دبلوماسية لحل القضية من خلال الحوار. على جانب آخر، وافقت اليابان على أول شحنة من فلوريد الهيدروجين لكوريا الجنوبية منذ تشديد الرقابة على الصادرات إليها. 트럼프 대통령은 북핵 문제 해결과 한반도 평화에 대한 강력한 의지를 실질적인 행동 두 지도자의 과감한 결단이 있었기에 طالب الجيش الياباني زيادة الإنفاق الدفاعي للعام الثامن على التوالي للمساعدة في شراء صواريخ اعتراضية ومقاتلات شبحية أمريكية وغيرها من الأسلحة لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية والصين. تتضمن ميزانية وزارة الدفاع اليابانية زيادة الإنفاق بمقدار 1.2% إلى مبلغ يوصف بالقياسي ليبلغ أكثر من 50 مليار دولار. وسينظر مسؤول وزارة المالية في الطلب قبل أن توافق عليه حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي. أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشارة أنجلا ميركل ستقوم بزيارة إلى الصين خلال الخامس من شهر سبتمبر المقبل. أضاف أن ميركل ستبحث خلال الزيارة مع كبار المسؤولين الصينيين العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها بعض القضايا التجارية. قال الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو قلل مجددا من خطورة حرائق الأمازون مع بدء تطبيق الحظر المؤقت لعمليات الإحراق لأغراض زراعية. قال بولسونارو على موقع فيسبوك أن الحرائق هذه السنة أقل من المعدل الذي سجل في السنوات الأخيرة، متهما وسائل الإعلام البرازيلية بتغذية قلق الأسرة الدولية في هذا الشأن على حد تعبيره. تحتفي الأوساط الأدبية والثقافية بمصر والعالم اليوم بذكرى رحيل الأديب العالمي نجيب محفوظ الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2006. Thank you.
أحرز منتخب مصر للقوس والسهم ذهبية فرق الرجال في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب. جاء ذلك بعد فوز منتخب مصر على نظيره التونسي في المباراة النهائية. وفي منافسات السيدات أحرز منتخب مصر ذهبية فرق السيدات أيضا بعد تغلبه على كوت ديفوار في المباراة النهائية. حققت لاعبة التنس المصرية ميار شريف الميدالية الذهبية في منافسات التنس في دورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها المغرب حاليا. جاءت ذهبية البطلة ميار شريف بعد فوزها في المباراة النهائية لفرد السيدات على ستورم سيمونز لاعبة جنوب إفريقيا بشوطين مقابل لا شيء. بهذه النتيجة تتأهل ميار شريف لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020 لتكون أول مصرية تصل إلى الأولمبياد في هذه المنافسات. فيما أحرز محمد صفوت ذهبية التنس الأرضي رجال في منافسات دورة الألعاب الإفريقية أيضا بعد فوزه على المصري كريم مأمون في المباراة النهائية للمنافسات التي أقيمت بالمغرب. كان نهائي فردي الرجال مصريا خالصا، فاز صفوت على مأمون بنتيجة شوطين للا شيء ليحصد الذهبية، فيما حصد كريم مأمون الميدالية الفضية. يواجه حرس الحدود نظيره بيراميدز في 8 مساء اليوم على ملعب بتروسبورت في ربع نهائي بطولة كأس مصر. تأهل بيراميدز لهذا الدور بعد فوزه على النادي الأهلي في دور 16، بينما تأهل حرس الحدود بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح. أجريت في موناكو قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2019-2020 والتي يحمل لقبها فريق تشيلسي الإنجليزي. شهدت القرعة وجود أرسنال في المجموعة السادسة مع إنترخت فرانكفورت الألماني وستاندرد ليج البلجيكي وفيتوريا جيمريتش البرتغالي، بينما يلعب مانشستر يونايتد الإنجليزي مع أستانا بطل كازاخستان وبارتيزان بلغراد الصربي وأزد الكامر الهولندي في المجموعة الثانية عشرة. وقد أوقعت قرعة مسابقة دوري أبطال أوروبا نادي ليفربول الإنجليزي ضمن المجموعة الخامسة، إذ سيواجه نابولي الإيطالي مرة أخرى بعدما تقابلا في ذات الدور الموسم الماضي. أسفرت القرعة أيضا عن صدام مبكر بين باريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني في المجموعة الأولى، بينما أوقعت برشلونة إلى جانب بروسيا دورتموند وإنتر ميلان في المجموعة السادسة. من المقرر أن تنطلق منافسات دور 32 لكبرى المسابقات الأوروبية للأندية يومي 17 و18 من سبتمبر المقبل، على أن تقام المباراة النهائية في إسطنبول في 30 من مايو عام 2020. برشلونة. And now it is the turn of FC Barcelona. So we have completed the round of the champions in this league, Group F. اقتنص مدافع ليفربول الإنجليزي الهولندي فيرجيل فان دايك جائزتي اليويفا لأفضل لاعب وأفضل مدافع في أوروبا للموسم الماضي. كان الهولندي قد أسهم بقوة في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة السادسة في تاريخ النادي. يحل باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفا على فريق ميتس في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الفرنسي الليغ 1. ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط خلف رين صاحب الصدارة بفارق 3 نقاط، بينما يحتل ميتس المركز العاشر برصيد 4 نقاط. وكان الفريق الباريسي قد فاز في الجولة الماضية على فريق تولوز برباعية نظيفة.
وشو؟ أعلنت شركة فيسبوك أنها بصدد فرض ضوابط حول الإعلانات السياسية في الولايات المتحدة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر من العام المقبل. وستبدأ الشركة في اعتماد تصنيف يعرف بالجهة الموثوقة للمعلنين من السياسيين الأمريكيين الذين يقدمون وثائق حكومية تثبت شرعية مواقفهم. كما سيتعين على جميع المعلنين الذين يديرون إعلانات سياسية أو أمورا اجتماعية أن ينشروا البيانات التي تتيح التواصل معهم حتى لو لم يطلبوا الحصول على علامة جهة موثوقة. افتتح في مدينة شنغهاي الصينية المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي بمشاركة أكثر من 300 شركة صينية وأجنبية ونحو 500 مندوب من الجامعات والصناعات الرائدة والمنظمات الدولية في الداخل والخارج. ذكرت اللجنة المنظمة للمؤتمر في بيان أنه سيتم خلال المؤتمر عرض أحدث ما تم التوصل إليه من تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتعددة في مختلف نواحي الحياة، مع توقيع أكثر من 70 اتفاقا لمشروعات في هذا المجال وشبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة، رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، فيما يلي بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. ختام جولة أنباء الثالثة، هذا تفكير بعناوينها. الرئيس السيسي يؤكد أن قمة تيكاد شكلت منعطفا مهما في دفع التعاون بين إفريقيا واليابان. السيسي يؤكد أن مصر لديها إمكانات تؤهلها لأن تكون محورا لجميع الصناعات اليابانية. موسكو تقول إن الجيش السوري سيعلن غدا وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في إدلب. تابعوا دوما مزيد من الأخبار والتقارير عبر الموقع الإلكتروني extranews.tv. إلى الملتقى بإذن الله.